السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. لدي الليلة مقال تم نشره في موقع دزين رو تسارغراد الروسي، وهذا هو الموقع المبين أمامكم، وهذا هو المقال، وهو يتحدث عن القوة التي وصل إليها الجيش اليمني بقيادة الحوثيين وتأثيرها على القوى العظمى بالأخص حلف الناتو المتمثل في أمريكا، كما يعرض للمشهد العسكري بين طرفي الصراع وهما الحوثيون من جانب وحلف الناتو من جانب ثاني، وذلك وفقا لتقارير وسائل إعلام عالمية. ولنعرف فحوى هذا المقال كونوا معي بعد هذا الفاصل القصير. يقول الموقع إنه وفقا لتقارير وسائل الإعلام تمكن أنصار الله في اليمن من ترهيب الناتو فعليا وتلقين التحالف درسا قاسيا، مستخدمين لذلك أسلحة فتاكة حربية حرفيا. ويشير الموقع إلى أن أنصار الله تمكنوا مؤخرا من إسقاط العديد من طائرات ريبر التابعة لحلف شمال الأطلسي في البحر الأحمر، ومواصلة قتال ممثلي العدو في التحالف. بالإضافة إلى ذلك، أصبح من المعروف أن اليمنيين قد يكون لديهم نظائر لصواريخ كنجال القاتلة. ويذكر الموقع أن المسلحين بدأوا بمهاجمة السفن التجارية الغربية في نهاية عام 2023، مما تسبب في انخفاض التجارة العالمية بنسبة 1.5%، وتفاقم الوضع أكثر بعد أن شنت الولايات المتحدة عملية عسكرية في اليمن. علاوة على ذلك، يقول الموقع تجدر الإشارة إلى أن الهجوم على سفن الناتو حدث مباشرة بعد أن هاجم العدو الشاطئ الروسي في سيفاستوبول بالذخائر العنقودية. ومن الغريب أن أنصار الله الذين يطلق عليهم المحاربون العظماء، ركزوا، المحافظون العظماء، ايش عملوا المحاربون العظماء هؤلاء؟ يقول الموقع تمكنوا من اسقاط طائرات ريبر الامريكيه في البحر، وهي طائرات بدون طيار تكلف الكثير من المال حتى بالنسبه للولايات المتحده، ولقنوا العدو درسا يصعب نسيانه. شوفوا على عظمه. ويستدرك الموقع قائلا: ومن الجدير بالذكر ان وزير الدفاع الروسي أندريا بيلوزوف أصدر في وقت سابق تعليماته إلى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية لتقديم مقترحات بشأن تدابير للرد الفوري على الاستفزازات الصادرة من الطائرات الأمريكية بدون طيار التي تزود كييف بمعلومات حول أنظمة الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي الروسي. وفي نهاية المقال الذي هو أهم شيء في هذا الموضوع، يذهب الموقع للتساؤل بقوله: ويبقى سؤال واحد إذا اعتمدنا، وهنا يقصد بناء الجماعة في اعتمدنا يقصد بهم الروس، يعني إذا اعتمدنا نحن الروس تكتيكات أنصار الله اليمنيين، فهل يكون لنا هناك المزيد من الضربات على شبه جزيرة القرم؟ للأسف ستكون الإجابة سلبية على الأرجح. البحر الأسود لقمة لذيذة للغاية بالنسبة للحلف، لذلك لا تنوي القوات المسلحة الأوكرانية ولا الأمريكيون وأعضاء الناتو الذين يقفون خلفهم بالتأكيد التخلي عن هذه المنطقة المائية. ومع ذلك يجب حماية شبه جزيرة القرم، ليس هناك شك في ذلك. فالأسئلة الوحيدة التي تطرح هي كيفية القيام بذلك بالضبط. انتهى المقال. شفتم مدى العظمة التي أوصلنا إليها الحوثيون ومسيرتهم. أصبحنا مدرسة عسكرية لها تكتيكاتها ومنهجها المستقل، لدرجة أن الروسي يفكر اليوم باتباع هذه التكتيكات. الروسي بقوته وبجلالة قدره أصبح يفكر اليوم باتباع هذه التكتيكات. برأيكم
هل كنا سنصل إلى هذا المستوى من الإبداع في زمن عفاش أو في زمن ما يسمى بالشرعية؟ الله لا ألحق غير الشرعية المنضوية تحت لواء أمريكا وإسرائيل والسعودية وبريطانيا والإمارات. أرجو تجاوبوا على هذا السؤال في تعليق، وأرجو ألا أكون قد أضلت عليكم. وفي الختام أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.